balling more, don't you fool it? يوم آخر يرحل عن مهرجان تيمغاد، سهرة ثالثة حملت في سمائها نجوما عالميين ومحليين، فكان لمصاري وعبد الحميد بلبش والزهوانية نصيب من النجومية. Je suis tellement fier d'être ici. J'adore l'Algérie. J'adore le peuple algérien. C'est ma deuxième fois ici en Algérie, mais c'est sûrement pas la dernière fois. هلا عم نشتغل على ألبوم جديد. أنا عايش بلبنان للوقت صار لي 6-7 أشهر قاعد بلبنان، وعم نشتغل على ألبوم جديد وعنا أغاني كتير حلوة بدها تطلع عن قريب إن الله راد. سبب الغياب هو كان شيء شخصي، إنه أنا حسيت إنه كان في أشياء بحياتي حبيت أحتفظ فيها قبل ما ضيعها، لأنه هيدي الحياة بتضيع الإنسان أوقات على فكرة. والله الحمد لله أنا العام اللي فات شاركت في المهرجان تيمغاد، الحمد لله، وكاين تحسن، كل عام كاين تحسن الحمد لله. الحمد لله الأغنية الشوية أصبحت لها جمهور واسع داخل الوطن وخارج الوطن. الجمهور الشاوي الذواق للموسيقى حضر بقوة إلى الحفل وساهم في إنجاح هذه السهرة، فهو بالنسبة للمنظمين ملح للطعام. ما شاء الله سهرة، ربي يبارك، ورأيك الناس راهي مترفها ما شاء الله، ورانا نسبتنا نفرحوا بشي هذا. يا فيستيفال ربي يبارك، الله يبارك، وماذا بينا يكون خطرات أخرى يجيبوا لنا فنانين جزائريين ومن أصول شاوية. العادات والتقاليد أخويا. سهرة شبابية خالصة تذكرك إن كنت من الحاضرين بمقولة أحد العظماء، فالحياة بدون موسيقى خطأ.